للخبر الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام، واللي أعلن النهاردة الأستاذ مكرم محمد أحمد على قائمة خاصة بالشيوخ المسموح لهم بالإفتاء على شاشة الفضائيات. وأنا أرجو أن احنا نركز في الضوابط المتعلقة بهذا الخبر، لأن منذ الإعلان عن هذه القائمة هناك تساؤلات كثيرة جدا لمن لم يشملهم هذه أو تشملهم هذه القائمة. في أسماء كثيرة جدا من المشاهير من الشيوخ اللي موجودين على شاشات الفضائيات وبيعملوا برامج، فبدأت الناس تقول يعني دول مش هيطلعوا في البرامج بتاعتهم ولا إيه بالضبط. طبعا هفهم التفاصيل من فضيلة الدكتورة عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، لكن احنا قبل الهوا تواصلنا مع مصادر عديدة في مؤسسة الأزهر، والكلام كان واضح ان اصحاب هذه البرامج يحق لهم الظهور على قنواتهم ولكن لا يحق لهم الافتاء في الدين. فالناس تقول لك ازاي يعني واحد بيعمل برنامج عن قضايا تتعلق به، مثلا يتكلم عن القيم، عن المعاملات، عما الى ذلك. البعض بيقول ازاي يعني هيفتي ولا مش هيفتي؟ لا، مش هيفتي الا اذا كان في هذه القائمة. وبالمناسبة وفقا لمصادر في الأزهر، هذه القائمة قائمة مفتوحة. بمعنى ايه مفتوحة؟ ان الأستاذ مكرم محمد أحمد، طب انا هخلي دكتور عباس شومان هو اللي يشرح لنا ما الذي حدث بالتفصيل. هنضم إلينا هاتفيا فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل مؤسسة الأزهر الشريف. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. لو حضرتك تشرح لنا يا فندم القائمة دي يعني كيف ظهرت إلى النور وما هي الخطوات التي سبقت ظهورها؟ هو طبعا كان هذا في خلال زيارة الأستاذ مكرم محمد أحمد إلى مشيخة الأزهر والتقائه بشيخ الأزهر، وعند التطرق الحديث عن الفتاوى والفتاوى الشاذة من خلال وسائل الإعلام والبحث عن حلول، كان يعني تطرق الحديث إلى ضرورة وجود علماء مؤهلين للتصدي للإفتاء عبر وسائل الإعلام، وطلب من شيخ الأزهر ترشيح مجموعة من العلماء يعني الذين يثق الأزهر في تأهلهم وقدرتهم على إصدار فتاوى منضبطة بالضوابط الشرعية وتراعي واقع الناس والتيسير عليهم. فكانت هذه القائمة التي أرسلت لتعميمها على وسائل الإعلام المختلفة للاستعانة بهؤلاء العلماء، وهم يجمعون بين مراحل سنية مختلفة، منهم الشباب، منهم العلماء الكبار، حتى يعني لأنه الفتوى بذاتها تخصصات كثيرة في مجالاتها، فضلا عن كونها في مجال الإفتاء فهناك تخصصات مختلفة داخل مجال الإفتاء، وهؤلاء العلماء من الكبار ومن الشباب لهم القدرة على إصدار الفتاوى المنضبطة بالضوابط الشرعية، ولهم معرفة أيضا بواقع الناس والمجتمع وما يناسبه من الإفتاء، لأن هناك مسائل فيها أكثر من رأي. لا، ونحن عانينا من بعض الفتاوى الشاذة التي كانت تزلزل هذا المجتمع وتعود بنا إلى عصور لا يمكن لأحد أن يتخيل أن مثل هذه الفتاوى يمكن أن تكون في 2017. لكن أنا سؤالي دكتور عباس، القائمة هل تعني هذا؟ هل يعني هذا أن محدش يقدم برامج دينية من اللي مش موجودين في هذه القائمة، ولا هيظهروا على شاشات ويقدموا برامج دينية ولكن لا يحق لهم الإفتاء؟ لا، هو هؤلاء العلماء هذه القائمة خاصة بمن يتصدون لمسائل الإفتاء، أما من يتحدثون في الشأن الديني فهناك يعني قوائم أخرى سترسل يمكن الاستعانة بهم في الحديث للحديث في الشأن الديني بعيدا عن مجالات الإفتاء، لأنه ليس كل من يتحدث في الشأن الديني قادر على أن يتحدث في أو إصدار الفتاوى بصفة خاصة. طيب أنا سمعت أيضا أن هذه القائمة ليست قائمة نهائية أو مغلقة، ولكن يحق في بعض الأحيان للشيوخ أن يتقدموا للأزهر الشريف لطلب التصريح بالإفتاء. هذا ما أعلننا عنه بالفعل، لأن هناك يعني علماء كثر في الأزهر الشريف يصعب حصرهم، لهم القدرة على الإفتاء وإصدار الفتاوى. هذه القائمة قائمة مبدئية، لا مانع من أن تزود بعلماء آخرين مؤهلين يعني هم يعلنون موافقتهم على الظهور في الإعلام أو الاستعانة بهم في مجال الإفتاء، وأيضا يثق الأزهر
في قدرتهم على مسايرة واقع الناس وإصدارهم لفتاوى بعيدا عن الفتاوى التي لا تناسب العصر، فليس حتى كل ما هو موجود في كتب التراث من فتاوى بالضرورة تناسب الزمان والمكان الذي نعيش فيه. طيب الدكتور عباس، هكون اكثر صراحه مع حضرتك وارجو ان يتسع صدرك لي. ورود بقى او خلو هذه القائمه من بعض الاسماء اثار تساؤلات كثيره، يعني هناك تساؤل حول وضع الشيخ اسامه الازهري، لماذا تم استبعاده من هذه القائمه؟ هو الإفتاء، هناك علماء كبار يعني آخرين كثر ليسوا في القائمة، ومنهم قيادات في الأزهر، لأنه مجال الإفتاء مجال متخصص جدا. الدكتور أسامة الأزهري يعني هو من شباب الأزهر النابهين الذين نسعد بوجوده ونفخر به كشاب من شباب الأزهر، لكنه ليس متخصصا في مجال الإفتاء، فليست الأسماء المشهورة والمذكورة هي يعني كلها في هذه القائمة. من في القائمة؟ كلهم متخصصون في مجال الإفتاء. القوائم الأخرى التي يمكن أن يتحدث فيها المتحدثون في الشأن الديني بكل تأكيد يصلح أن يكون فيها الدكتور أسامة الأزهري، وآخرون لم يرد ذكرهم في هذه القائمة. يعني التدقيق في هذه القائمة سيجد أنه ليس من بينهم قيادات كبيرة في الأزهر الشريف، لأنها ليست متخصصة في مجال الإفتاء. يعني النقطة تتعلق بالإفتاء تحديدا وليس بفكرة البرامج الدينية العامة. لا لا، هذا خاص بالإفتاء، أما البرامج الدينية العامة فلم نرسل بقوائم حتى هذه اللحظة. طيب هذه القائمة، هل يعني إذا مثلا تقدم الشيخ خالد الجندي، لأنه مش موجود في القائمة، دكتور مبروك عطية، أنا بقول بعض الأسماء، دكتور أسامة الأزهري، بطلب للحصول على تصريح، هل في هذه الحالة يمكن أن يأخذوا تصريح للإفتاء؟ الأزهر لن يعطي تصريحا لأحد إلا إذا كان من المتخصصين في الدراسات الشرعية. كل من أرسل بهم الأزهر كلهم من المتخصصين في الفقه وأصوله، فيمكن لأي أزهري متخصص في هذا المجال أن يرسل أو ينسق مع الأزهر الشريف، ويمكن أن ينضم إلى هذه القائمة إذا كان أيضا مواكبا لحياة الناس وبعيدا من خلال أدائه عن إصدار الفتاوى التي أرقت المجتمع وسمعنا عنها. والحقيقة أنا هقول حاجة، يعني وأنا دايما بقول أن الانحياز للأزهر هو شرف وليس يعني تفضلا من أحد. كون الأزهر يتخذ قرارا فيما يتعلق بمسألة التعامل مع يعني فوضى الفتاوى، لأن احنا بقالنا فترة طويلة دكتور عباس بنعاني من هذه الأزمة، وكان الناس بتسأل أين الأزهر من إيقاف هؤلاء الذين يظهرون على الشاشات أو على المنابر ويفتون بما لا يعلمون أو بما لا يعبر عن صحيح الدين الوسطي. فاتخاذ الأزهر لهذه الخطوة هي محاولة للتعامل مع الفوضى اللي كانت موجودة. هي في الحقيقة الذي ساعد على هذه الخطوة هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو الذي سعى إلى هذه الخطوة، والذي طلب من الأزهر تحديد أشخاص يمكن الاستفادة بهم في مجال الفتوى. فالأزهر الشريف ليس جهة منع ولا يريد أن يظهر كأنه يحجر على الناس، لكن حين يطلب منه في حدود تخصصه ترشيح المؤهلين الأزهر مستعد لهذا ويرحب به ويقدمه على الفور. أشكرك الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف.